تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة تعني الرقة والعطف والرأفة، والرحمة واجبة بالمخلوقات عامة حتى ولو كان حيوانا. ولا ننسى أن الرحماء يرحمهم الله، ففي الحديث: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. والقسوة والعنف هما ضد الرحمة، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. والقسوة منهي عنها، أبعدها الله عنا. ولقد برزت صفة الرحمة في شخصية النبي في مواقف كثيرة، فقد كان رحيما بالأطفال وبالحيوانات حتى بأعدائه، قد كان رحيما صلى الله عليه وسلم. فاجعلوه قدوة لكم. أيضا من الرحمة رحمة الإنسان لنفسه بالاهتمام بها وتزكيتها وعدم الاعتداء عليها، فأحسنوا لأنفسكم. أخيرا نسأل الله أن يجعل الرحمة تملأ قلوبنا وحياتنا وأرزاقنا يا رب. رحمة الله يجزاك خير.